حصل حادث على طريق جمصة في محافظة الدقهلية، حادث تصادم أتوبيس جامعي بيقل طلاب لجامعة حورس بسيارة نقل، وده أسفر عنه بعض الإصابات في الطلاب، حوالي تقريبا 17 طالب. عايزين نطمن بقى على الطلاب ونطمن على حالتهم الصحية. دلوقتي معانا الدكتور سعيد عبد العهدي رئيس جامعة حورس. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، ولو تطمننا على عدد الإصابات وحالة الإصابات من الطلاب بعد هذا الحادث. مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. اهلا بسيادتك. اطمن حضرتك، الحمد لله فعلا كان في الاتوبيس حوالي 40 طالب. حادث حوالي الساعه 8:30 صباحا زي ما حضرتك قلت بالظبط على طريق جمصه. تم بسرعه جدا، الاتوبيس دخل بالمقدمه في عربيه بتلف بتريلا يعني. فتهشمت واجهته تماما. تم نقل 17 طالب الى مستشفى بلاس، والحمد لله الاسعاف جه خلال اقل من 10 دقائق وتم نقلهم جميعا. المستشفى كانت معده جدا بصراحه وقامت بفرز الحالات. اتضح ان 7 من ال15، في 2 أو 3 طلبه مشوا على طول ما كانش فيهم حاجه يعني. بقى 15، 7 منهم بس حالاتهم مستقره تماما، صحيح كلهم اتعمل لهم اشعه مقطعيه وموجات صوتيه واشعه عاديه. 8 منهم كانت حالتهم تستدعي انهم يتنقلوا الى مستشفى جامعه الطوارئ، مستشفى الجامعه الى الطوارئ. كانت اصاباتهم خطيره يا دكتور دول الثمانيه دول؟ لا والله الحمد لله رب العالمين. هم الوقت حاليا اللي موجود، انا وقت حاليا موجود بكلم حضرتك مستشفى الطوارئ مع سيد مدير المستشفى، هم 4 بس اللي موجودين عندنا. حالتهم مستقره تماما. السائق هو رجليه الاثنين اتكسروا، ونحمد الله ان هو خرج حيا يعني، لان تهشمت مقدمه الاتوبيس تماما. في طالب من كلية الطب عنده كسر في عظمة الفخذ، وطالبة عندها كسر في الحوض، دول 3، وفي 2 نتيجة الخبط في دماغهم يعني خبطة كامدة حتى نوم تحت الملاحظة، واحد منهم عنده كسر في الأنف، وفي طالبة برضه حصل لها كسر في أحد الفقرات لأنها كسر خفيف. الحمد لله رب العالمين حالتهم جميعا مستقرة، لم يحدث وفيات. بشكر كل السادة، الإسعاف هيئة الإسعاف كانت بتتحرك معانا بمنتهى السرعة، ومديرية الشؤون الصحية وحتى وكيل العلاجي كانت لنا مستشفى بلاس، مستشفى كلها كانت واقفة على قدم وساق. أنا عايز أقول لحضرتك إن ما تم بصراحة يعني بيعكس تطور ملحوظ جدا في منظومة الخدمة الصحية، سواء كان في مستشفيات وزارة الصحة أو طبعا مستشفى جامعة المنصورة ومستشفى الطوارئ غنية عن التعريف يعني. نحمد الله ونشكر فضله حقيقة إن حتى زي دي لو كان في تأخر كان ممكن يحصل وفيات، لكن الحمد لله الحمد لله ألف حمد وشكر، إن شاء الله نطمن عليهم جميعا ويقوموا بالسلامة. لكن عايز أسأل حضرتك عن يعني تفاصيل الحادث، هل كان حد فيهم ماشي مخالف؟ هل تم إجراء الفحوصات الطبية لكلا السائقين؟ والله هقول لحضرتك، هو الحادث حصل الساعه 8:30 صباحا والاتوبيس ماشي، في دوران في الطريق، مع الدوران طبيعي يعني معمول بالمرور. السائق بتاع النقل بياخد كيرف على الواسع كده زي ما حضرتك عارفه. فافتكر السواق بتاع الاتوبيس ان هو راكب عربيه، الاتوبيس مرسيدس يعني، انه بيمشي بسرعه قوي انه هيعدي يعني قبل ما التريلا تلف. فالتاني بقى سواق النقل لف، فده دخل فيه يعني. هو دخل فيه بالمقدمه يعني. طبعا السرعه وخاصه ان العربيات كويسه والطريق كويس جدا على فكره. فهي سوء تقدير من السائقين من ده ومن ده حقيقه يعني. هو السائق معانا هنا وتم طبعا التحفظ عليه من قبل السيد مدير الامن ومدير النيابه، مدير النيابه اقصد، ومفيش فيه مخدرات يعني، لم يثبت انه متعاطي مخدرات ولا حاجه، لكن هي السرعه الزايده وعدم تقدير مسافات وسوء الحظ. حضرتك عارفه الحادث بيحصل على حاجة. الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، يعني الحمد لله احنا اطمنا على طلبه وبنتمنى لهم الشفاء السريع ان شاء الله والسلامه دايما. احنا بنشكرك شكرا جزيلا دكتور سعيد عبد الهادي رئيس جامعه حورس، شكرا جزيلا على وجودك معانا.